يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي قد مات في أمريكا وهو على غير دين الإسلام، فقامت الحكومة هناك بتوزيع المال على الورثة إجبارا. سؤاله: هل يجوز لي أن آخذ ذلك المال حيث إنني ابنه وأستخدم؟ لا لا تأخذ، ما هو نصيب الله. يرثه أبناؤه الكفار ولا يرثه ابنه المسلم، ليس له منه شيء. نعم.